السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة لايف افتر تحت المشى. طبعا يا شباب، بهذا الفيديو ما راح احكي لكم 5 نقاط، وانما راح احكي لكم افضل عروض اللي ممكن تشحنها كمبتدئ. يعني بعض الاشخاص يجي استوى باللعبة، انا يعني مرات يراسلون شباب اتفاجئ ما يعرفون، فقلت هذا الشيء جدا مهم للمبتدئين، خلي اشرحه حتى يعرفون شنو يشحنون اول شيء وشنو العروض اللي راح تفيدهم. فيا شباب، عندنا اول عرض من 3 عروض اللي هو هوب فان. شباب هذا العرض يعني مثل ما نقول افضل عرض ممكن تشحنه باللعبة كلها. تقدر تشحن هذا العرض مرة واحدة بس انت يعني تقدر تسوي حساب ثاني، مو تسوي حساب ثاني، توصل ليفل 30، يعني انقذر 30، مو معناه 30، توصل قذر 30 يا شباب، وتشحن العرض يصير عندك 2140 عملة شمس. بعد الشباب تقدر يعني من حسابك الضعيف اللي سويته ترسل مثلا بدلة او تحقق أمنية لحسابك الثاني، مثلا تشتري رخصة بالأمنيات، يعني تعرض أمنية وبحسابك الآخر الضعيف تحقق الأمنية، وهي ايش راح تستفاد منهن. تقدر تسوي 3 حسابات بالجيميل الواحد، وتقدر إذا عندك هواي جيميلات يعني تغير، تبدي بداية جديدة باللعبة وتسوي، تقدر يعني مثل ما نقول 10 حسابات إذا عندك خلق وتستفاد من العرض. هاي النقطة الأولى يا شباب، والعرض الأول. العرض الثاني يا شباب اللي هو كذلك عرض مهم، اللي هي بطاقة اللي هي بطاقة ممبرشيب. شنو بطاقة ممبرشيب يا شباب؟ بالبداية أول شي خلني نحكي عن جوائزها. ينطيك 300 عملة شمس. هاي البطاقة تقدر تشحنها بشكل شهري، وتقدر يعني إذا شحنت تقدر شهرين، سواء على 6 شهور 56 يوم، لأن 2 سوا. فيا شباب تقدر بعد ما تشحنها راح تحصل هواي مميزات وخصائص اللي هي كاتب لك اياها يعني هنا، راح احكيهن لكم بالتفصيل شنو هنا. طبعا الشباب يوميا تحصل هاي الجوائز ذن اللي قدامكم، كل ما كان ليفل لك اقل كل ما راح تكون الجوائز اقل، يعني حسب الليفل ينطوك الجوائز، ومنها تستلم المعروف. ومنها شباب تقدر ترسلها هدية. هاي شوفوها، خلينا نلغيهن منا شباب. عندنا منا أنا تقدر ترسل هدية لصديقك، يعني تضغط عليها وتختار منا، تختار صديقك إذا تريد ترسلها مثلا، أو تعلم صديقك يرسل لك، تختار أي صديق موجود عندك. مثلا اختار أن هذا، تكتب هنا أنا مسج، تكتب له أو بدون مسج عادي، مثلا تكتب له رسالة أو هدية دسة أو هيك شي، يعني أنت بكيفك بقى. عندنا شباب خصائص الممبرشيب. عندنا اول خاصية يقول لك تزود الحقيبة 3 مكانات، مو العفو مكانين، الحقيبة مال الظهر هاي اللي هي هنا تزود مكانين، يعني انا 30 الماكس تصير 32. الخاصية الثانية يا شباب اللي هي مضاعفة الهدايا مال تسجيل الدخول اليومي. وين الهدايا تسجيل الدخول اليومي؟ اللي هي هنا يا شباب، يعني هاي الهدايا يعني تصير مضاعفة، بدال 1000 دولار 2000، بدال 5 فورمولا 10، بدال 10 فورمولا 20. هسه مضاعفة الجواز، انتم اللي ما شاحنها ما راح تكون عنده الجواز مضاعفة. النقطة الثالثة يا شباب وينها؟ وينها هي؟ هاي شنو؟ ثواني. هسه شباب قلنا اخر شي تزيد خانات الحقيبة، وكذلك حقيبة الطعام هم تزيد الخانات مالتها. شباب اهم خاصية اللي هي اهم خاصية يعني اللي تنطيك اياها لمدة 30 يوم، طبعا شباب هاي المميزات كلها، اللي هي تخفيض ضريبة الذهب. يعني وقت تبيع شي بالتريس سيتي، بدال الضريبة مو 15% راح تصير 10%، بس لازم تبيعها بالتريد سيتي. الشباب الرابعة تزيد كمية ارسال الموارد. وبعد شنو عندنا؟ تنطيك 2000 ذهب كل يوم. يعني هذا الصندوق هنا شباب بالدايلي، يلا او مستلمة. المهم شباب هنا
تنطيك 2000 ذهب كل يوم. بعد شنو عندنا؟ بعد تخلي شعار فوق اسمك او مثل يعني علامة في فوق اسمك، يعني مني راسك شخص او شيء، يعني مثلا شلون هسه هذا الشباب ما انطبيت انا. المهم هذا الشباب هنا فوق اسمك، يعني عود تشوفون انا شاحن منبر شيب وهاي السوالف تتكشخ بها على جماعتك. بعد شنو عندنا؟ هنا خلي نشوف بعد شنو. وين هي؟ بعد شنو؟ هاي 2000 ذهب حكيناها، المهم حكيناهن تقريبا كلهن. وتنطيك شباب عروض يعني بالش اسمه، مثل ما نقول هسه مثلا هذا طبينا هنا أنا عندك خانة خاصة هنا بالميل، هنا أنا شباب ينطيك شغلات مثلا براغي، اذا كنت شاحن من برشي بتقدر تشتري براغي بذهب جلد بولاي مرة، يعني هاي شباب كلها قدامكم هنا مجانية، يعطيك 5 من 1 إلى 6 انت وحظك كل يوم. مرة تطلع لك 8 براغ وعليه تخفيض، يعني العفو 5 ب 8000 ذهب، يعني الشغلة حلوة للي يحبون يطورون نزهم. انا كنت ما اشتري براغي ومتندم على هاي، بس حاليا قمت اشتري. هاي شباب ثاني عرض، افضل ثالث عرض ممكن تشحنه باللعبة. طبعا شباب الممبرشيب كذلك يعني تنطيك 300 عملة شمس، يعني مثلا انت اذا ردت تشحن عملات شمس هاي شباب شوفوها قدامكم، تحصل من عندها يعني 300 شمس ب$5، بينما اذا تشحن الممبرشيب تحصل 300 شمس وتحصل الخصائص اللي قلت لك عليها وتحصل ذهب وشغلات حلوة وسعرها $5 شهريا. اكو يبيعون يعني اكو شباب تبيع بذهب بسيرفراتكم، اللي ما يقدر يشتري او هيك شيء يدور بذهب بلكة تلقى احد يبيع. وطبعا شباب انا بيع كل العروض اللي موجودة هنا بالعراق، زين كاش اندر لازم اندرويد وعالمية، اي عرض تريد الشمس سواء شمس او تريد هوبي فاند او تريد اي شيء موجود عندي والدفع زين كاش. هاي خلصنا من هاي يا شباب. بعد شنو عندنا العرض الثالث اللي هو خصوصا بهذا الموسم، عندك عرض الديث هاك. هاي شنو ذيب جاي عرض بيها واخر ولك ما تستحي. وينها ثواني. عندنا شباب العرض الثالث اللي هو عرض سيزن الطوابق. شباب عرض السيزن الطوابق صراحة هذا يعني هذا السيزن كلش كلش حلو وبي شغلات كلش حلو. عندنا شباب مثلا عندنا نفترض هذا السيزن سعره اول شي سعره $15، طبعا الهوبي فاند هم $15 والممبرشيب $5. الشباب عندنا هذا مثل ما تشوفوا السعر $15 ينطيك هدايا، مثلا الصندوق الاول ينطيك موزل انت او حظك يعني من الاي في حتى في اي انت وحظك، او ليفل 2 او ليفل 3 يعني تعتمد على الحظ. هاي 100% ينطيك، بس ما تقدر تبيعها الا اذا يعني الا اذا دمجتها وصار اللون ازرق تقدر ساعتها تبيعها. هنا عندنا هاي تخفيضات، يعني هاي كلها شباب الجواز حتى تحصلها لازم تسوي هاي المهمات، معروفة هي مهمات الطوابق اللي هن هذني. اكو مهمات اسبوعية ومهمات يومية، اي مهمة ما تعرفها ارسلها يعني على جروب مالتنا، رابط جروبنا بالوصف موجود، راح نوصل 7000 عضو اللي يحب ينضم. بعد وينها شنو عندنا؟ طبعا شباب هذا السيزن مال الطوابق ببدلة او براس، يعني سعرها يعني سعر البدلة فقط يكون $15 بالعادة، بينما هسه راس وبدلة وحركة رقصة هاي اللي هاي هنا اثاث عندكم، هنا انا فورمولا وهنا انا هاي الشريط الثاني جاي شوفوا الجوة هذا لازم شحن يلا ينفتح. وين هاي الحركة هنا عندنا ملصقات هم 2 ما اعرف 3 هاي الحركة، هاي الحركة نشرتها على البيج مالت اسمه سي فور بوم على الفيس. هنا انا كرسي اثاث هذا هنا انا يعني انتم شوفوا هالجواز عدل، هنا انا هاي الراس مثل ما تشوفوا ابو كفشة
والبدلة يراد لها ليفل 60. هنا شجرها مع ثلاثة، اعتقد هاي مضيئة او بها فيكة. وهنا انا البدلة اخر شيء، هاي البدلة شباب قدامكم. يلا يعني يستاهل واحد الشحن عن جاي اشوفه. فيا شباب خلص فيديو اليوم، ان شاء الله استفادتوا. لازم هاي معلومات اعرف يعني اغلبكم يعرفوها، بس لازم انشرها حتى اللي مبتدئ او اللي ما يعرف، يعني مثل ما نقول تصير عنده فكرة شنو يختار او شنو يشحن اذا اراد. خلص فيديو اليوم حبايب القلب، لا تنسون لايك اشتراك فعل الجرس، ولا تنسون ابيع اي شيء، اي عروض تردوها بلايف افتر سواء عملات او العروض اللي شرحت او اي شيء يجي ببالكم. اشوفكم بخير حبايب قلبي، وفي امان الله.